بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا المحاضرة الخامسة اللي تتضمن رسم تجميع للسكرو جك، اللي هو جك الرافعة اليدوية المسننة اللي هي هذه. هذا شكلها اللي تشوفونه على اليمين، هذا اللي هو مطلوب منكم بالواجب بعدين ترسموه، بس كنت ترسموه بالأبعاد. سكرو جك إذا نجي على تفصيل الرسم مالها، هي عبارة عن مكونات ميكانيكية بسيطة، هذا شكلها. يعني أخذت هذا الرسم رسمته بالأوتوكاد، طلع هذا الشكل مالها، شكل بسيط جدا كقطع ميكانيكية تجمع تشتغل كرافعة عن طريق هذا الذراع، انفر بها هذه المسنن الرئيسي اللي هو تتركب عليه هذه ويرفعها. إذا نجي عليها على المكونات، لازم تلاحظون انه الابعاد مالتها تكون دقيقين بالرسم مالها. يعني الرسوم السابقه خلينا نقول كنا يعني شلون نقول تنشيط لكم، لكن من هسه بقى ان هالمحاضرتين هذه والجايه السابقه ايضا كان فيها تجميع بسيطه نوعا ما اللي هو السي كلامب، لكن محاضرتنا اليوم شوي الرسم تفاصيل اكثر. اذا نجي عليها، المكون الرئيسي اللي هو الستاند مالها اللي هو هذا المقطع ماله الرسم، يتضمن تفاصيل التالي: الارتفاع الكلي 185 مليمتر، وقطر القاعدة الكلي 140 مليمتر. القمة مالتها هي شكل اسطواني اللي هو هذا، القطر الكبير ماله هو 76 الخارجي، والفتحة الداخلية اللي هي شقد 50. نجي هذه القطعة، وين تجي تدخل بها هاي القطعة؟ نجي نكمل الأبعاد. طبعا هاي السمك 10، يعني انت من تجي ترسم منها من السنتر ترسم 185 من منتصفها تصعد 3 مليمتر، هاي مؤشرة قدامكم، تمشي مسافة 50، يعني منها 50 ومنها 50، وترسم قوس صغير اللي هو قيمته 3 مليمتر. من هاي النقطة اللي هي مسافتها شقد 88، اللي هي منها لهنا 44، يعني لين يفاي شكلها دائري، تبدأ ترسم خط اللي هو شقد هذا الخط. وين يلتقي؟ يلتقي بها نقطة، يلتقي بهاي النقطة. هاي النقطة، هاي النقطة شلون نحددها؟ احنا صعدنا 185 من السنتر لاين، منها نمشي شقد، نمشي 76 تقسيم 2، ونرسم خط طوله 40، نرسم خط طوله 40 آخر من 50، يعني من هاي السنتر النقطة العليا نمشي مسافة 25 ونرسم خط طوله 40، من هاي النقطة نوصل لهاي النقطة. نجي نرسم خط موازي لها مسافة 10 مليمتر، نرسم الخط هنا R، هنا قوس بين هذه القطعة هذا الخط وهذا الخط، شقد الارتفاع هذا من هالنقطة نصعد شقد 20، هاي 20 نثبتها لكم، بعدين شقد تمشون تقاطع، ما يهمكم شقد ترسمون خط خفيف، هذا الخط يرسم، نرسم خط 10 منه، شقد يجي هنا قوس، القوس هو مكاتب قيمته، لكن أنا أشوفه ممكن طول R مالته 5. هذا الآر تطو 2.5، هذا الآر 2.5، وهذا الآر 5. انتهينا. نجي هو مسوي سكشن هنا بالنص، هذا السكشن ماله من هالجهة مسوي سكشن، مخلي هذا شنو مشوفونه هيد اللاين. القمة الفوقانية مالت شكو اكو جروف، يعني ما حادة، شو مسوي؟ اذا نجي نشوفه هذا الجروف، هذا الجروف قيمة شقد 2 في 45، يعني تنزل 2 منها 2 ومنها 2، هاي 2 وهاي 2، وشقد الزاوية 45، شقد النزول مالنا مثل ما قلنا 2. كملنا هذا الجسم، نجي على هذا الجسم الثاني اللي هي القطعة اللي تتلبس هذه تدخل بداخل هذه، فأكيد القطر الخارجي مالها شقد 50 والداخلي مالها 50، تقعد تتلبس بها. هاي تثبيته، إذا شلون تجون ترسموها؟ ترسمون 50 الارتفاع 26 زائدا 10 زائدا 10، يعني 20 36 46 الارتفاع مالها، تمام. رسمنا هذا المستطيل الخفيف، بعدين نطوخ ونخفف. نجي شو نسوي؟ نرسم منها ارتفاع 26، هذه ايش قد المسافة مبينة من هذا المقطع العمود اللي فوق مالها، هذا التوب سكشن مالها ماخذ نصه،
43 الآر، يعني من السنتر هذا اللي هنا 43. زين منا اللي هنا 25، منا ايش قد اللي هنا؟ هاي 5 تروح منها تصير 30. يبقى ان هذا الفضل اللي هو من هذا الخط نطلعه اللي هو 43 ناقص 25 ناقص 5 يطلع لنا هذا الخط، نوصله لهنا وهذا نوصله لهنا، نجيب الفرجال هنا نرسم دائرة النصف قطر مالها 5 ونكمل نصعد. هاي مسننة من الداخل، التسنين مالها نوع شنو؟ ام 36 في 6 سكوير ثريد، الثريد مالها سكوير. ايش قد هذه؟ اذا القطر الداخلي ايش قد؟ هو هذا الداخلي بالضبط 36 الفاي. نجي هاي القطعة تقعد وين فوقها؟ تجي هاي القطعة وين تدخل؟ هذه، بما انه هذا ايش قد التسنين الداخلي 36، اذا هذا يجب ان يكون 36. مؤشر هنا ام 36 في 6، هذا العمود هنا مسوي له سكشن لان هذا الطول ماله عالي اللي هو 156. طبعا 156 ايش تشمل؟ 156 تشمل طول من هالحافة ذيك الحافة هذه الحافة، أطرح منها 3 فيبقى لي التسنين قيمة جد 162 تسنين الكلي. التسنين مثل ما قلنا ام 36 في 6 سكوير ثريد، السكوير يتحمل ضغط يعني مو مثل المدبب. نجي هاي شلون نرسمها؟ نمشي 3 نمشي 3 ونسوي زاوية 45 رأس التسنين هذا. هاي القطعة هاي وين تجي تدخل؟ تدخل بهاي القطعة، هاي القطعة تدخل هنا بالداخل. بعد ما تبعد ايش عندنا؟ عندنا المسند العلوي اللي هو هذا، هذا المسند اللي هو يكون عبارة عن شكل مثل كب ومقصوص، يعني اذا تشوفون عليه هنا منطي سكشن ار 10 ومنها هيد اللاين، هيد اللاين قاص جهة وتارك جهة اللي هو هذا شكله. هاي مقطعها شلون نرسمها؟ الفاي مال 52 هاي القاعدة مالتها، والعلوية مالتها ايش قد؟ نطلعها منها من المسقط العلوي. هاي دائرة ايش قد؟ 36 الار مالها الراديوس، الراديوس 36. هاي مو طبعا انتم بالتجميع ما ترسمون هذه الجهة، ترسمون هذه بس حتى تعرفون ايش قد المسافة منها لهنا. هاي المسافة هي من السنتر لهنا 36، منها ترسم 36 تمام؟ يعني 72 كلية. رسمت هاي النقطة ثبتت، الارتفاع موجود عندك ثبتته ماشي، الارتفاع 40، ارتفاع 40 ما منطي هو ما اعرف ليش لكن انا قسته بالاوتوكاد طلع 40، بها ثقب من النص اللي هو القيمة مال التجديد 24. هاي القطعة وين تجي؟ تقعد هنا، هنا تقعد. ليش هذا اقرأ هنا 24 اي 8؟ اذا هذه وين تقعد؟ تقعد هنا تتلبس. نجي على هاي تفاصيلها شنو؟ هاي قلنا مسنن طوله 165، تقدرون انتم اما الورقة اذا تخليها الاي 4 بشكل عمودي تقدر ترسمها على طول بدون ما تسوي سكشن، اذا ما تكفي تسوي سكشن. يوصل لهنا 3 ملم. نجي هنا هاي القاعدة ايش قد القيمة مالتها؟ 52 اسطوانية، فهاي النقطة وهاي النقطة 52 شوف مثبتها. بعدين تمشي بزاوية 45 القيمة الكلية، نجي هنا هاي كنترولد يعني مخشنة يعني يدويا مخشنة، هاي المسافة 6 طبعا، فاحنا ايش قد هي بزاوية 45، ف 6 ب 6 12 زائد 52 64 تمام. اذا هذه 64 منا ناش قد تصعد 48 ترجع 6 تقفلها، هاي المسافة ايش قد عندنا؟ 8 هاي المسافة، لان هذا الارتفاع هنا ايش قد؟ العفو 9، هذا الارتفاع 9، هنا ايش قد اعطيناها؟ اعطيناها 8. هنا ماكو ار يعني زوايا حادة، هذه كلها تشمفر مو فلت، افتهمنا هذه. نجي هذه القطعة اكو هنا بها ثقب 4 ثقوب، يعني اذا نجي عليها نشوفها هاي مثقبة ثقب ثقبين 3 4 ثقوب بها هاي القطعة. ثقوب مالتها ايش قد قيمتها؟ الفاي مالها، الفاي مالها 12، هاي القطعة اللي تدخل بها الفاي مالها ايضا 12، فاي 12 دي 9، هاي نفس الحالة فاي 12 اتش 9.
الدي والاتش هي قيمة السماحات، يعني الدين الدي شوي أقل من الاتش، حتى هاي من تدخل بيها تدخل ملابس، يعني لا يصير بيها تحشر. الفتحة هذه مالتها من ثقبوها خلوا بالحافة مالتها أيضا كم فرق قيمتها 1 ملم، يعني 1 في 45، فترسم منها خط 12 بعدين تمشي واحد منها وتمشي واحد منها بزاوية 45 وتقفلها. تمام، هاي القطعة شنو المواصفات؟ مسوي بها سكشن لأن الطول مالها عالي 280 من هالحافة، لأن النهاية 280، الفاي منها 20، هاي بزاوية 45 أيضا بشنفر. فإذا نجي هاي المسافة 4، فهاي ايش قد؟ 12، فأربعة بأربعة يعني 12 زائد 4 16 زائد 4 ف20، فتصير هاي 20، طول مالها ايش قد؟ 280. نجي ذن القطعتين الاثنين اللي بقى عندنا بالرسم، هذا برغي ورينج. الرينج هاي بين ابعاد 8 والقاعده مالتها هاي الثقب الداخل 12 والقطر الخارجي مالها 34، تمشي 2 وايضا تصعد بزاويه 45، فراح يبين عندك البعد مالها مباشره بالتسقيط. هذه يقعد بها هذا البرغي يدخل بداخلها، وين يدخل؟ يدخل هنا، هذا البرغي يقعد هنا، هاي الحلقه وين تقعد؟ تقعد هنا تمام بالبرغي فوق، حتى شنو تصير تثبيته إلها. من نجي على الشكل الايزومتريك اذا مش كامله، يعني هذا شلون تجمع، نجي عليه التجميع ماله يكون بهالشكل، التجميع ماله يكون بهالشكل. هاي القطعه الكب الرئيسيه اللي شرحنا عليها اللي هي هذه، وبعدين تجي فوقها هاي القطعه تدخل بيها اللي هي هذه قطعة 2 اللي هو النت نسميه، القطعة الثالثة اللي هي هذه تدخل بداخل النت اللي هي هذه اللي نسميه السكرو رود، يدخل هذا يدخل داخلها. نجي الكاب تقعد برا هناية، هذا السكشن ماله حتى تفهمونه أكثر، هذا الكاب يقعد هنا، والحلقة هاي اللي حكينا عليها اللي هي تقعد هنا، والبرغ المسنن يدخل بالداخل، وهاي انا هنا مسوي لها قطع لين ما تكفي، فهي هاي تدخل هنا ممكن تدخل هنا، يعني تثبت وتتدور باليد، تثبت وتتدور باليد، حاصل تحصيل شنو تفر؟ تفر هذا المسنن، المسنن من يفتر يصعد، يصعد او ينزل، راح يشتغل مبدا الجك كطول كامل هيك تصميم. هاي رسم بسيط وما يراد لشيء، انتم شو مطلوب منكم؟ ترسمون مقطع جانبي لها، ترسمون هذه مجمعة بالشكل، يعني شس احنا كنا المنظور الناجي يشوف الشخص ويشوف بهالاتجاه، فش راح يشوف؟ يشوف مقطع جانبي، اريدكم تهشروا للمقطع الجانبي ايضا، يتهشر منه بس هذا الربع يبين، يعني هاي نقصها هيج ونشوف لها بهالاتجاه، عندكم هاي مبين تهشيرها واضح، هاي تهشيرها واضح، هاي تهشيرها، ان مهشرات هاي وهاي وهاي عندكم مهشرات، وهاي عندكم مهشرة بس شوي ماخذ التهشير هيج تاركه، يعني ماخذ منه فد سكشن يبين مناطق القطع، وهذا عندكم من هالشر. البرغي ما يحتاج تهشير، تخليه مثل ما هو، رسم بسيط ان شاء الله ومو معقد، يعني انت تشوفه معقد بس هو واقع الحال ما يطول عندك، الرسم هو هذا، خليت لكم اياه صغير بالواجهة حتى يعني ما اريد اوضح لكم اياه كامل لان مخيلتكم راح تروح، فممكن هذا الرسم ايضا تستفاد منه، تشوفه شلون جمع القطع هذه. هذا عبارة عن تمرين لكم بالامتحان النهائي ان شاء الله، حتى تعرفون يعني تفهمون شلون ترسمون. الابعاد اريدكم تنزلونها، الأبعاد هذه تنزلونها، نزلوها على هذا الرسم، بس أريد منكم شغلة، دائما لاحظت برسمكم السابقة ماكو اهتمام بالستندرايزيشن مالت الأبعاد، يعني الأبعاد إلها أدبيات، يعني أنا من أجي أرسم هذا خطين وأنطي بعد، أنطي أكبر بعد هو البرة، اللي بداخل مني يصير البعد الأصغر واللي بداخل يصير الأصغر، وهكذا. قسم منكم لا يجي يجيب هذا يخليه برا ويتقاطع ويا هذا، يعني يصير في شغله دهوخ، دائما البعد الخط، اذا الخط البعد على اليمين
الكتابة تصير فوقها على اليسار وبالسنتر ماله مثل ما شفنا. إذا الخط أفقي البعد يصير فوقها وبالسنتر، ترتيب البعد بهالشكل. من تجي تأشر للسنتر لاين العفو الراديوس والدايمتر يعني بشكل واضح تأشرها بهالشكل، يعني تروح تشير للسنتر وتجر خط تكتب هنا مثل R5 وترسم لك سهم على خط التماس، هذا البعد أيضا سهم على خط التماس. أريدكم تلتزمون بهاي الحالة، الفاي جر منها سهم ومنها سهم وتكمل هذا جر خط أفقي وتكتب فاي 24 اتش 8. طبعا هذا ما راح ترسمه القصد، هاي مثل الفاي 52، هسه تقسمكم شو يسوي؟ ما يكتب فاي، يكتب بس 52. زين 52 هذا ما ينفهم، اذا 52 واحد هذا ما ينفهم شكله دائري، راح ينفهم هذا شكله للمنفذ، ينفهم هذا مربع يعني 52 في 52. بينما واقع الحال من اضيف كلمه الفاي معناه افهم قطر، من اضيف كلمه الار يعني نصف قطر، راح تكون واضحه لكم الملاحظات. تثبيت هاي مثلا الزاويه 90، يعني شوفوا نكمل منها خط ومنها خط ونكتب 90، هاي ما راح تقدرون تكتبوها لا هاي الزاويه ولا هاي الزاويه بالرسم. ليش؟ لانه راح الرسم يصير مجمع، فمو شرط. انا شريب منكم اكد اكد على ابعاد الخارجيه ترسمون، هذا بعد خارجي يعتبر، هذا بعد خارجي داخلي، هذا شوفوا نخليه فوق، احنا شو نخليه؟ نسحبه جوا ونخلي بعد هنا، والمية نخليها جواها، راح يصير عندنا بعدين يعني ال20، شو نسوي؟ نطلعها منها وشوية يعني نجر خط منها وخط منها ونكتب 20. تلتزمون بالفلت، والفلت فرجال تستخدموه، اكو فرجال صغير عندكم هذا النوع الصغير تقدر ترسم بيه الزاوية اللي تعجبك. التهشير قسم منكم اما يخلون المسافات بين التهشير كلش ضخمه او يخلوها كلش ناعمه، هذا يسوي لنا اشكال يعني ما يبين الشكل حلو. التهشير يكون خط خفيف ومايل بزاويه 45، وكل ما يكبر الجسم التهشير يصير يعني اخشن، اخشن مو من ناحيه ثخن الخط، لا المسافه بين الخطوط. يعني هذا التهشير شوفوا هنا شقد ناعم، بينما هاي القطعه الكبيره التهشير ايش سوى بيها؟ خشن المسافات بيناتهم تقريبا 3 مرات قد المسافة بيناتهم. حتى ينفهم من ترسم الجسم وتهشره المقطع الكبير تهشيره خشن، المقطع الصغير تهشيره ناعم، يصير يعني حلو ينفهم. هذا منطي بهالاتجاه، هذا منطي بزاوية 90 عليه، هذا منطي بزاوية 90 على هذا، هذا بزاوية 45 الستاندر مالهم، ويصير رسم حلو. تلتزمون مثل ما قلنا الخطوط الخارجية ثخنها يصير اتش بي عالي، يعني اذا عندك قلم 0.7 ترسم بال 0.7، الخطوط الداخليه والسنتر لاين ترسم بالقلم 0.5 او بس قسم منهم، اكو اقلام 0.3. النظافه مالت اللوحه، تعامد الخطوط، يعني اكو قسم منكم شفت اللوحه مالتهم الخطوط كلها ماخذه صفح صح، هو مثبتها على لوحه، هو مثبت اللوحه في الزاويه 3 درجات او 4 درجات، فاللوحة كلها تبين كأنه برج بيزا المائل، كلها مائل على صفحة، وهاي هم مو حلوة. يعني أول انطباع واحد يطي على الرسم شوفه مو حلو. بالتصليح جانا نعطيكم درجات، أنا بالنسبة لي هو كستندر بالرسم كل خطأ تنزل درجة، زين هن 9 درجات، حرام إذا شفت لي رسم ما بي أقل من 4 5 أخطاء، يعني خيركم ما ياخذ 4 لو 5 من 10، لكن احنا ايش نسوي؟ جانا نعطيكم شوية درجات زيادة في سبيل نحسن سعيكم، لكن هالرسمين هذا الرسم والرسم اللي وراه لا، راح تحاسب وياكم شويه تحديه، لان وراكم امتحان نهائي، الامتحان النهائي ما بمجال بالترهيم، يعني محاسبه على الدقه بشكل عالي حتى تصيرون رسامين ناجحين. وانتم كمهندسين راح تقولوا لي شنو الفائده بالرسم الميكانيكي اليدوي اذا هو اكل اوتوكاد؟ انت اذا ما تعرف ترسم يدوي ما راح تتعلم اوتوكاد، ما تفهم شنو معنى هاي الخطوط، فلازم تاخذ مبادئ بالرسم الميكانيكي اليدوي بعدين تروح تفهم هناك بالاوتوكاد ترسمها. افرض انت بمناطق ما عندك برنامج، يعني شلون تبطل، هاي نسميها اساسيات، اساسيات الهندسه، يعني من ما اول ما اخترعوا الهندسه يبدون يعلموهم الرسم الى اليوم. حاليا اذا تشوفون جماعه المعماري نفس الحاله، اذا تشوفون بالجامعه اثناء الدوام كانوا 24 ساعه قاعدين بتشول وكل ما لازم للوحة، وشايف له بناية وجاي يرسم بيها، هم يقول لك أنا ايش عندي ارسم يدوي، خب عندنا 3 دي ماكس يطلع الرسم حقيقي، لكن هو المهندس
من يشتغل أنت كمصمم، من تشتغل أول شيء شو تسوي؟ تسوي سكيتش، يعني رسم على ورق، ترسم الفكرة مالتك. الفكرة مو ممكن رأسا تطلع ببرنامج، ترسمها على ورق. ورا ما ترسمها على ورق تقعد تفنشها، ورا ما تفنشها شنو تعطيها الأبعاد الحقيقية حتى تنفذ. هاي من تعطيها الأبعاد الحقيقية حتى تنفذ هو هذا يسمى الرسم الميكانيكي اللي تدرسونه حاليا. هذا من تتعلموه يعطيكم فكرة عن شلون تصير فنان مبدع. ومع الأسف يعني هو المفروض الأوتوكاد تتعلموا أيضا، لكن ما صارت فرصة. لو بيها مجال ممكن على صف ثالث نعلمكم عليه عادي، ما عندي مانع، بس جدولكم أكيد راح يصير مزدحم وما عندكم فراغ. ولو كانت الأوضاع طبيعية كان أخذناكم محاضرتين رسم ميكانيكي على طوال السنة ومحاضرة أوتوكاد كان على الأقل تعلمتوا. لأن الثاني هذا الرسم الـ 3 دايمنشن في الأوتوكاد يعني صدقوني أخذ مني تقريبا 35-40 دقيقة، ما طولت فيه. رسم بي أسهل من الرسم البديل، ومباشرة رسمت 3 دايمنشن. عدا هذا المقطع رسمت على لوحة 2 دايمنشن هاي الخطوط كلها، كملت هذا الجزء المهم. بعدين أخذت خط سنتر وطيته أمر واحد ريفولف، أخذ هذا السكشن سوى تدوير حول هذا المحور طلع لي هذا الجسم بحركة واحدة. هذا رسم سهل، ترسم اسطوانة وتنطيها اكسترود، تعطيها اكسترود واكسترود لمرة ثالثة وتعطيها اسطوانة أخرى. هاي كم اسطوانة؟ واحدة اثنين، وبيها كم فر؟ اثنين، أو اكسترودات اثنين. والحلزنة مالته سوينا يعني إذا نجي على الأوتوكاد الحلزنة، هاي الحلزنة مالته يعني التسنين، رسمت الهيليكال سبرينج ونطيت دائرة، طيتها أيضا سويب عليه افترت وقطعه. هذا رسمناه يعني لو معلمكم خلينا نقول الأوتوكاد كان أطلب منكم رسوم بالأوتوكاد كان صارت شوية يعني شوية التعليم مالكم ممتع والله أكثر من الرسم الميكانيكي، لكن تتعلموا بسهولة. إذا اللي يحب يتعلمه موجود باليوتيوب يعلمك ترسم هيج بكل سهولة. والسكشن ماله طيت السكشن وطلع الرسم النهائي. هذا هاي التضليعات اللي تشوفها هي مو حقيقية، يعني مو هو شكل مضلع، لا هاي سببها مين يجي؟ يجي بالبرنامج. عندي هنا يروح بالأوبشنز، هنا أقول له بالديسبلاي أزيد الدقة مالت فيجواليزيشن، يتحول إلى شكل أشبه بالحقيقة. والواجب إن شاء الله ننزل لكم إياه باكر حتى ترسمون وتدزوه تحولوه على كلاس روم. وشكرا جزيلا.